أهلا وسهلا ومرحبا بكم مباشرة من ملعب سانتياغو برنابيو. آخر تطورته أوبرا دي سانتياغو برنابيو. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وشكرا لكم. اليوم قمنا بزيارة خفيفة إلى هذا الملعب العملاق، إلى هذه التحفة المعمارية التي ستستضيف مونديال 2030، إضافة إلى مباراة الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا ولا ليغا الإسبانية. كما تشاهدون الأشغال ما زالت متواصلة إلى حدود هذه الساعة. هناك ماكينات عملاقة لاستخراج، في هذه الأثناء يقومون باستخراج التربة لعمل نفق تحت الأرض لموقف السيارات باركينج برنابيو. دائما أقول لكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وشكرا لكم. لو تلاحظون وجود عمال من أفريقيا كل أنحاء العالم، هنا إسبانيا يأتون لها العمال من كل أنحاء العالم والسياح والزوار لمشاهدة أو العمل هنا في ملعب سانتياغو برنابيو. للمزيد من الفيديوهات على سانتياغو برنابيو لا تنسوا الاشتراك في قناة أمين مدريد، القناة الأولى الناطقة بالإسبانية. نريد الاشتراك في سوسيوس ريال مدريد، لكن الثمن باهظ، لا أستطيع تغطية ثمن تذاكر هنا دخول البرنابيو لارتفاع ثمنها أزيد من 295 أورو للمقاعد الأمامية الجيدة. بالنسبة للمقاعد السيئة يصل ثمنها الرخيص إلى 75 أورو أو 85 إلى الفوق. لهذا أعزائي عزيزاتي الكرام، لا تنسوا الاشتراك وبارتجوا الديريكت أو الفيديو للمزيد، حتى نتمكن من اقتناء تذاكر دخول ملعب سانتياغو برنابيو العملاق. كما تلاحظون في كل جنبات ملعب سانتياغو برنابيو تنطلق هنا عدة أعمال لتوسعة ملعب سانتياغو برنابيو ولتهيئة منطقة مترو أنفاق تطويرها. كما تعلمون مترو أنفاق ستاسيون دي سانتياغو برنابيو لا يتوفر على مصعد أسنسور، ولهذا سيتم تحديثه بالنسبة للعائلات التي تأتي بالكار الأولاد أو المسنين لا يستطيعون صعود المصعد أو الدرج. وفيكم بآخر تطورات ملعب العملاق سانتياغو برنابيو. كما تلاحظون هناك خروج الشاحنات الكبرى وملابس التي يقومون Thank you.
هذه الأثناء في هذه الساعة بالتحديد يقومون العمال بتناول لجوة الفطور أو البوكاديو كما ينطق عليه بالحناب الإسبانية. ما زلنا وإياكم في أحد صور من ملعب سانتياغو برنابيو، ملعب الملكي، ملعب ريال مدريد الجديد. نأتيكم بآخر تطوراته. كما تلاحظون بدأ السياح أو الزوار يتوافدون على الملعب في هذه المنطقة بالتحديد، يقومون باقتناء التذاكر التي يبلغ سعرها أزيد من 35 دولارا أو أورو لمشاهدة كؤوس التي فاز بها الريال مدريد. نتجه شمالا كما تلاحظون هناك آلية أخرى لسحب التراب من التحت من أجل عمل مصعد. هنا المنطقة مسدودة عن آخرها، وجود وما تنساوش تعملوا أبوني للقناة وتعملوا الإعجاب الفيديو للمالي المحتوى العربي ضعيف جدا، ولهذا جل فيديوهاتي لا أتكلم باللغة العربية لأن لا أحصل شيئا. كما تلاحظون هناك شبه عشوائي لأعمال ملعب سانتياغو برنابيو أو مترو أنفاق مدريد، رغم أنك في مدريد لكن كل شيء هو متواصل. سنقطع الشارع الآن المنطقة كلها.